كما دائما معودين، فكنحاولوا في الصبيحه باش ناخذكم في هذه الجوله الصباحيه ونقربكم الاجواء بمدينه اكادير، وايضا نقربكم الاجواء بمدينه اكادير وايضا بكل الاحياء الشعبيه ومختلف المناطق، من اجل ان تكون لديكم صوره شامله على المدينه وعلى ايضا الاجواء داخل المدينه في كل الصبيحه. بطبيعه الحال متابعينا الاوفياء، فانتم كتشوفوا معنا شوارع شبه خاليه تزامنا مع نهايه الاسبوع يوم احد اللي هو يوم عطله بالنسبه للعديد من الناس اللي ما كيشتغلوش في هذا اليوم، فقط يوم راحه، وبالتالي فهذا الشيء اللي كيخلي هذا المشهد وهذا المظهر داخل الشوارع والازقه كتكون خاليه في الصبيحه الى فتره متاخره من النهار، خاصه يعني كما كنقولوا حتى 12 11. يلا الناس كيفيقوا، يلا الناس كيستعدوا باش انهم يخرجوا باش انهم يمشيوا يعني لقضاء الامراض الشخصيه ديالهم اليوم اللي هو يوم الاحد. اذا الشوارع خاليه وحركيه شبه متوقفه داخل الشوارع هذا الصبيحه، فتحيه لكل المتابعين الاوفياء اينما كانوا.
سيديوس في منطقة سيديوس في الشعبية كما كتشوفوا معنا الشوارع ديالها خالية تماما الأزقة والظروف ديال هذه المنطقة الشعبية كما كتشوفوا خالية حركية متوقفة نظرا أيضا لهذا الجو بارد جدا فالأغلبية ديال الناس هنا في سوس ما كيزعموش بسمهم يخرجوا إلا للضرورة في هذا الوقت.